لتقديم جائزة أفضل مخرج نستقبل الآن الممثلة القديرة حياة الفهد والمخرج خالد يوسف. مساء الخير. قولي تاني. مساء الخير. عشان انا مخرج لازم اقول للممثل يعمل ايه. اتفضل. عندنا جائزة افضل مخرج ان شاء الله. وش تتوقع استاذ؟ لسه ليل طويل. خلينا طيب بما ان ليل طويل هبقى يمكن مش في مكانه، بس عايز اقول لكل الناس، لان كل الناس من اول ما وصلت بيسالوني عن مصر والثوره المصريه وراحت فين، لبست في الحيط ولا راحت فين. انا عايز اطمن كل الشعب العربي ان الثوره العربيه كامله، الثوره العربيه الشامله باذن الله ستنتصر وستصل الى محطتها اللي بيتمناها كل واحد من اللي قاعدين، وسينتصر الشعب العربي على كل الطغاة سواء كانوا طغاة باسم الدين أو طغاة باسم السياسة. بإذن الله هننتصر، وبإذن الله الثورة المصرية هتبقى نموذج مشرف وهيحتذي بها كل الشعب العربي بإذن الله، وتبقى ثورة عربية شاملة بإذن الله. فنان مناضل، فنان سياسي، فتحية لك كبيرة. أنا مسك لك جائزة أفضل مخرج حاتم علي عن مسلسل عمر، شادي الفخراني مسلسل الخواجة عبد القادر، شوقي الماجري مسلسل نابليون والمحروسة، محمد بكير مسلسل طرف ثالث. هتقولي شوية برضو ساسبنس وكده. المخرج شوقي المجري. طب نقول الله ألف مبروك. تستاهل. تفضل قول، لازم تقول شيء. مساء الخير. طبعا لازم نشكر الناس اللي نظموا هذا الاحتفال الجميل. الاخراج يعني فريق، يعني ناس امنوا بالعمل وتعبوا عليه. احب نشكر صديقي المنتج هلال ارناؤوط انه امن بهذا العمل، والفنانين المصريين اصدقائي اللي كانوا بالعمل، والفنانين اللي تعبوا كثير في كذلك في هذا العمل. شكرا لكم. انا سعيد ان انا كنت بسلم الجائزه لصديقي شوقي، بس بودنا ان احنا نقول كان في المرتبه الثانيه صديقنا برضو حاتم علي 170 نقطه، شوقي حصل على 200 نقطه، المرتبه الثالثه كان محمد بكير برضو صديقنا 100 نقطه، المرتبه الرابعه صديقي العزيز شادي الفخراني 70 نقطة. ألف مبروك للفائزين. شكرا.